شكرا سعادة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين، وعلى أصحابه وتابعيه من التابعين. حقيقة احنا يعني نتشرف بقبولكم لحضورنا هنا والالتقاء بأعضاء اللجنة الصحية الموقرة لنطرح بعض ما عندنا في مجال الصحة الوراثية، باعتبار ان التقدم التكنولوجي حقيقة الكبير في مجال التقنيات التشخيص الوراثي اللي غير مفاهيم كثيرة كنا زمان نعتقد انها مفاهيم مسلم بها في مسببات الأمراض وفي كيفية تناقل جينات المرضية وجينات الصفات الوراثية بشكل عام، وطرح مفهوم جديد في عالم العلاج كذلك. وهذا العلم حقيقة متسارع وأصبح مقياس كل تطور في النظام الصحي لأي دولة وجود مركز متخصص للأبحاث الوراثية أو للصحة الوراثية فيها. اليوم اللي ما عنده مركز متخصص في الصحة الوراثية يعتبر جدا متأخر، لأن مثل ما قلت التقنيات التشخيص الوراثية أصبحت نوعا ما تقدمها المتسارع يعني مخيف حقيقة، وأصبح يتدخل في جميع أنواع العلاج وجميع التخصصات الأخرى، أمراض السرطانية ذات المسببات الوراثية، أمراض القلب ذات المسببات الوراثية، وأمراض الأعصاب، وأمراض الدم الوراثية على رأس القائمة طبعا. والجديد قاعد يتنامى يوم عن يوم. يعني مؤخرا تم نشر ورقة علمية في مجلة نيتشر، ومجلة نيتشر هذه من أرقى المجلات في مجال التقنيات والتشخيصات الوراثية، تتحدث عن وجود مسبب آخر لمتلازمة داون غير اللي كنا نعرفه. كان الحالات تمر علينا فيها بعض من صفات متلازمة داون، لكن لما نجي نشخص ما نحصل شيء واضح. فأصبحت هاي التقنية اليوم اكتشفت موقع آخر موجود في نفس الكروموسوم مسبب له، واللي جاي أكثر. فحبينا نلتقي معاكم يعني نتبادل وجهات النظر والأراء حول مفهوم الصحة الوراثية، ما نقدمه في المستشفى السلطاني طبعا وزارة الصحة، ما نطمح إليه في المستقبل، أهمية التعاون معاكم كأعضاء لجنة صحية، إن شاء الله تقروا بعض القوانين والمشاريع اللي تساعد في النهاية للحد من تنامي معدلات الإصابة بالأمراض الوراثية اللي هي مشكلة تؤرقنا كلنا حقيقة في مجتمعنا العماني. ببدأ يعني بشكل سريع تعريفيا إيش الصحة الوراثية ومكوناتها. طبعا المركز الوطني للصحة الوراثية هو من ضمن منظومة المراكز المتخصصة التي أنشأت حديثا في المستشفى السلطاني بقصد التوسع في الخدمات التشخيصية. عندنا مركز الأمراض، مركز الصحة الوراثية، عندنا مركز الغدد الصماء، مركز الأمراض السرطانية، وكذلك مركز المتخصص لأمراض القلب والجراحة. بداية منظمة الصحة العالمية عرفت الصحة بشكل عام على إنها هي حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، وليس مجرد انعدام المرضى والعجز. ينطبق نفس المفهوم على مفهوم الصحة الوراثية، هو ما سبق واكتمال السلامة بكل ما سبق من الأمراض الوراثية وقائيا وعلاجيا واجتماعيا وثقافيا وغيره. بداية نبقى نتكلم عن مفهوم الصحة الوراثية وعلم الوراثة بشكل عام. عندنا تعريف تقليدي لعلم الوراثة، يعني أب وأم عندهم صفات وراثية ظاهرية تنتقل للأبناء عن طريق التزاوج. طيب سر الوراثة اللي تم اكتشافه مؤخرا واللي بيفيدنا كثير في عدة مجالات وبالذات في المجال الوقائي، كيف هو؟ طيب الصفات الوراثية هذه كيف تورث للأجيال المتعاقبة؟ يعني نبغى نعرف دور الوراثة بشكل عام في تكوين الوظائف الجسمانية. يعني لما نقول مثلا في متلازمة مرضية معينة يكون الظواهر المرضية كذا وكذا وكذا، طيب ايش دور الوراثة فيها؟ طيب ايش معنى كلمة جينات؟ طيب ايش معنى كلمة بروتينات اللي تنتج من الجينات اللي المسؤولة عن نمو عضو معين او وظيفة عضو معين؟ هذه كلها تم توضيحها بشكل عام بعد ما تم رسم خريطة الجينوم البشري بشكل كامل. خلاصة الموضوع ان لا توجد اي صفة مرضية مزمنة عند الانسان الا ولها مكون او مسبب جيني فيه، وهذا هو السر اللي راح يفتح افاق جديده في مجال العلاج ان شاء الله. طبعا علم الوراثه هو العلم الذي يبحث في وراثه الصفات الخلقيه بين الاجيال المتعاقبه، الاباء من الاجداد الى الاباء الى الابناء وهكذا، وكذلك في تطور وقوانين الوراثه بالذات موضوع انتقال الصفه الوراثيه وماهيه انتقالها من جيل الى اخر. ويعتمد بشكل عام على ما يسمى بالكروموسومات او الصبغيات،
اللي موجودة في كل في نواة كل خلية وبعضها يوجد خارج النواة، التي تحمل الصفات الوراثية عبر الجينات من الآباء إلى الأبناء. نلغي نظرة سريعة على بشكل متدرج. جسم الإنسان يتكون من تريليونات من الخلايا، وهذه الخلايا تتميز لتكون الأنسجة والأعضاء المختلفة في الجسم، يعني الكبد، العضلات، القلب وهكذا. تحوي كل خلية على نواة بها المادة الوراثية التي تتحكم في وظيفة الخلية وانقسامها، بمعنى الكنترول موجود في هذه النواة. يعني الخلية نفسها بنفس عدد الكروموسومات بنفس الجينات موجودة في كل الأنسجة، لكن كل خلية داخل النسيج المحدد هي اللي تقوم بنفس الوظيفة، لكن نفس الخلية في مكان آخر ما تقوم بنفس الوظيفة برغم من وجود نفس الجينات في كل مكان. المادة الوراثية من الكروموسومات والصبغيات التي يبلغ عددها 22 زوجة من الصبغيات، احنا نسميها الصبغيات البدنية، وزوج واحد من الكروموسومات اللي يسموه الكروموسوم الجنسي اللي يميز بين الذكر والأنثى. طبعا الجينات هي عبارة عن مجموعة من خيوط متشابكة وملفوفة على بعض، وتوجد في الكروموسومات اللي تشكل في النهاية ما يسمى بالدي ان اي. وخيط الدي ان اي لو جمع من الانسان، جميع الدي ان اي لو جمع من الانسان يوصل من هنا الى القمر رايح جاي 5 مرات. هذه صورة الكروموسومات الطبيعية. طبعا عندي هنا هاي، وهذه كروموسومات الموجودة في الأنثى اللي ما عندها واي. طيب كل إنسان إلى حد الآن يعني عنده من 20 إلى 25 ألف جين. يعني لو نتخيل الكروموسومات هذه مثل المسبح اللي نسبح بها، والحبيبات اللي داخل المسبح هذه هي الجينات. فكل إنسان عنده من 20 إلى 25 ألف من هالجينات المورثة. كل جين له دور مميز في أو مسؤول عن العمليات الحيوية اللي تساعد الإنسان على البقاء والحياة والقيام بالوظائف، وكذلك على إنتاج ما يسمى بالبروتين اللازم لنمو العضو نفسه. هذه لو رحنا بسرعة كده على الصورة نشوف هذه الخلية طبعا، وهذه النواة داخل الكروموسومات. الكروموسوم نفسه لو نظرنا بشكل أدق وأقرب نشوف الخيوط الدي ان اي. هذه خيوط الدي ان اي أو ما يسمى المادة الوراثية. الخيوط الدي ان اي لو نظرنا بشكل أدق نشوفها مكونة من الجين. الجين عبارة عن سلاسل من الأحماض الأمينية داخل هذا الدي ان اي. طيب هي مثل ما قلنا سلسلة من الأحماض الأمينية التي تمثل الشفرات لصناعة البروتينات طبقا للتعليمات الصادرة. بمعنى أنا محتاج في الكبد لوظيفة التخلص من السم الفلاني أو من الدواء أو مخلفات الدواء الفلانية. طيب المسؤول عن هذا الشيء بروتين معين موجود في الخلية، ما يتواجد بشكل دائم، لا، لازم في ما يسمى بإشارات أو السيجنالينج من أجل أن ينتج هذا البروتين للقيام بالوظيفة. هذا على سبيل المثال نشوف السلسلة اللي هني حاضرة، هذه هي مكونات خيوط الدي ان اي. لو تلاحظوا هذا المنتج الطبيعي ويعطيني هذه الأحماض الأمينية. مجموعة الأحماض الأمينية هذه هي البروتين اللي أتكلم عنها، هي البروتين اللي نحتاجه إحنا لأداء الوظيفة. يعني الكبد فيها أكثر من 500 وظيفة، وكل وظيفة مسؤول عنها بروتين معين. هذا شكل البروتين كده، سلسلة دي ان اي تنتج لي أحماض أمينية تكون بروتين. لكن لو حصل مثلا لظرف ما أو لآخر إن البروتين هذا أو عفوا سلسلة الدي ان اي هذه أو الجينات تغيرت، لو شايفين الرمز A تغير للرمز T، مجرد تغيير فقط في قاعدة واحدة راح يعطيني حمض أميني مختلف. يعني بدل ما يكون الحمض الأمين احنا نسميه جلوتامين راح يتغير إلى فالين، وبالتالي انتج لي بروتين مختلف. هذا البروتين عاجز عن أداء الوظيفة، بمعنى يؤدي إلى ظهور المرض. هذه ببساطة دور الجينات في مجال الأمراض. طيب الخلق يعني الوجود الخلق الوراثي الناتج عن خلل ما وانتج لطفل عنده متلازمة، هذه العملية احنا في حاليا لا يوجد علاج يشيل المشكلة من جذورها. ما نتعامل معه حقيقة هو تخفيف حدة الأعراض، من ثم العمل على رفع جودة الحياة للطفل المصاب بتوفير التعليم المكثف، بتوفير الرعاية الاجتماعية اللازمة وإلى آخره. لكن أهم من هذا كله هي الرعاية الوقائية. احنا نبحث عن المسببات الجينية لدى الأشخاص أو العوائل المصابة من أجل منع تكرار الحالات، وبالتالي العمل الوقائي هو العمل المستهدف اللي بيكون محور النقاش اليوم معانا بإذن الله. مثل ما أنتم شايفين دائما هذا كروموسوم، أي كروموسوم طبعا كل واحد فينا عنده نسخة من الكروموسوم جاي من الأب ونسخة من الكروموسوم جاي من الأم، المسبحة اللي قلت عنها هذه.
ففي جزء من الاب وجزء من الاب، الصوره متشابهه، شايفين في الحبه هذه في المسبحه مشابهه لهذه، بالرغم ان هذه جايه من الام وهذه جايه من الاب. في غالب الاحيان المطلوب ان الصورتين يكونوا موجودات عشان يشتغل وينتج البروتين، لكن في بعض الاحيان لا، يلزم فقط صوره واحده، وبالاخص صوره من الاب او بالاخص صوره من الام. طيب، هذه خلاصه اللي ذكرته قبل شوي، دور الكروموسومات وعددها ومحدد الدي ان اي مالها وعدد الجينات المحدده، نوع البروتينات اللي تعطى، مجموعه الامراض او مجموعه الطفرات العمانيه المسجله المقيده اللي تتعدى تقريبا اكثر من 300 الى 400 طفره وراثيه مسجله في عمان، لا تختلف طبعا عن الدول اللي حولنا، بس اهميتها ان الطفره الوراثيه اللي موجوده في قبيله معينه او حتى في مدينه معينه تكون متشابهه في غالب الاحيان، برغم ان الجين احنا نعرفه مثل السلسله الطويله، وقد يحدث الخلل في بدايه السلسله، وقد يحدث في نص السلسله، وقد يحدث في اخر السلسله. اللي ساعدنا كثير لما نكتشف طفره وراثيه في عائله معينه، احنا المصاريف اللازمه من اجل فحص الجين كله هذه تخف علينا، ما نريدها. نستهدف القطعه المسؤوله هذه في الجين بالذات، لان على اكيد نفس الطفره راح تتواجد مع نفس العائله، بل ربما نفس القبيله، وربما تكون نفس المدينه او نفس القريه. طيب، كيف تورث الصفات الوراثيه للاجيال؟ احنا عندنا نوعين من الصفات الوراثيه المهمه. عندنا الصفه الوراثيه المتنحيه والصفه الوراثيه السائده. الصفة الوراثية المتنحية يعني الأب والأم يجب أن يكون معاهم الجين المعطوب، لكن ما تظهر عليهم الأعراض. ليش؟ لأن عنده صورة أخرى جايبينها من أمه أو من أبوه مسيطرة على الوضع وكافية إنها يؤدي الوظيفة، ولذلك هذا الأشخاص بالذات هم المستهدفين عندنا. يعني عندنا أشخاص عندهم جين معطوب لكن ما تظهر عليهم الأعراض، وبالتالي يعيش حياته ويتزوج بشكل عادي، يفاجأ بأن عنده أطفال مصابين بأمراض وراثية. فهذا الصفة الوراثية المتنحية. عندنا النوع الآخر، الصفة الوراثية السائدة. الصورتين الموجودات اللي مكتسبينها الإنسان من الأب والأم، يكفي فقط صورة واحدة معطوبة على أن يظهر المرض، وهذه بعد فئة مستهدفة. الفرق بين الاثنين إن نسبة ولادة الطفل المصاب لما يتزوج أب عنده صفة متنحية وأم عندها صفة متنحية هي 25%، يعني من كل 4 أطفال يكون طفل واحد مصاب. بينما السائدة لأنها سائدة وجاية من سيد، يعني يكفي صورة واحدة فقط من الأب أو الأم كي يظهر المرض عند الطفل المنجب. هذه النسب اللي خبرتكم عنها كذا، هذه بالنسبة للوراثة السائدة، إن 50% تقريبا نصف الأولاد يكون معاهم العطب الوراثي. طيب، في مفهوم يتكرر كثير عندنا وهو مفهوم زواج الأقارب، وحقيقة يعني نلقى بعض وجهات النظر مسلمة إن زواج الأقارب يعني أكيد يجيب أمراض، وهذا غير صحيح، علميا غير صحيح. في كل واحد فينا في مجموعة من الجينات موجودة تقريبا عددها 6 معطوبة، هذه يحملها معاه كل واحد فينا، كل إنسان في هذا الكوكب. مجموعة الجينات هذه دائما تكون مرتبطة زي احنا نسميها البلوك، موجودة في أحد الكروموسومات، وهذه البلوك قد تنتقل من جيل إلى آخر لكنها غير فاعلة، لأن مسيطر عليها بجينات أخرى نفس الصورة لكن شغال زين. لما تلتقي مع جينات شبيهة بنفس البلوك يظهر المرض، وطبعا لن تلتقي بجينات شبيهة إلا في حالة الزواج من الأقارب. طيب، خلينا نشوف بعض النسب اللي عملناها هنا في السلطنة. عندنا نسبة زواج الأقارب من الدرجة الأولى هي 24%، و 11.8% بين الأقارب من الدرجة الثانية، والزواج بين أفراد من نفس القبيلة 20.4%. طيب، عادة في هناك احتمالية لولادة طفل مصاب على مستوى العالم بأي صفة وراثية خلقية مرضية أيا كانت، من صغيرها إلى كبيرها، تقريبا 4.4% أو بالكثير إذا عدت 5%. في عمان عندنا نسبة أن يولد طفل عند أي خلل وراثي، سواء يعني بسيط مثل انشقاق أو ما يسمى بالأرنبة أو غيره، يوصل لحد 7%. طبعا هذا نتيجة ان احصائيات تم تحييدها وتم اضافة اشياء جديدة عليها واحتساب امراض الدم اللي هي الاكثر شيوعا معنا في السلطنة، فارتفعت النسبة الى 7%. فمعدل الامراض الوراثية بالزواج الاقارب بشكل عام يرتفع الى 4%، بينما في الاباعد اللي يكون من 2 الى 2.5%.
مثل ما قلت قبل شوي ان كل واحد او كل فرد يشترك مع اعمامه واخواله وخالاته في ربع المورثات التشابه. هذه ربع المورثات هي احيانا تخلي من زواج الاقارب شيء جيد. بعض الصفات الوراثيه الموجوده في قبيله معينه، في عائله معينه، الذكاء الحاد، يعني الجمال الفيزيكالي او 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 الشكل الخارجي، او يعني مواصفات مرغوبه، مواصفات جيده، هذه تكون في زواج الاقارب يتم الحفاظ عليها. ولكن لا ننكر وجود هذه الجينات المعطوبه اللي بتقوى اكثر جيل ورا جيل دائما اذا كانت هي ملتحمه او ملتئمه مع نفس القريب. وبالتالي نسبة التقاء المورثات المرضية من الأب مع مثيلتها من الأم ترتفع كلما قرب نسبة أو شدة زواج الأقارب. في النهاية راح يؤدي إلى انتقال الصفة المرضية للأولاد لهذا الزواج. خلونا نشوف نموذج بسيط. هذا هنا الجيل الرابع، مثل ما أنتم شايفين الجيل الرابع فيه صفة وراثية متنحية، هذه اللي الأحمر. إحنا عندنا صورتين من الجين هذا، وهذا نفترض أن هذا الجين هو اللي ينتج البروتين اللي يحمي الخلية الحمراء من التكسر، مثلا مثل مرض الأنيميا المنقلية. فالبروتين هذا اللي لونه أسود شغال تمام، ما محتاج، لأنه يكفي متنحي، فبالتالي وحدة تكفي. لكن عند الزوجة هذه في جين معطوب معاها، بينما الأب عند الجينين سليمات. أوكي، تم الزواج، أنجب أطفال مثل ما أنتم شايفين، اثنين سليمين تماما واثنين حاملين. هذه الام او هذه البنت تزوجت من واحد، وهذا الولد تزوج من واحد، انجب هذه انجبت طفل حامل او بنت حامله للجين مثل ما انتم شايفين، وهذا انجب ولد حامل للجين. وبما انهم نفس العائله المراحل كلها من الجيل الرابع، بالتالي اذا تم الزواج شوف نسبه انه ينتج طفل مصاب في النهايه. وين الطفره في الجيل الرابع؟ وين بدات تقوى وتقوى 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 اكثر الى ان وصلت لانتاج اطفال مصابين؟ نروح كذا سريعا على الاحصائيات. طبعا الاحصائيات لها سنوات، يعني محتاج انها تجدد حقيقه. الامراض الوراثيه بشكل عام في السلطنه عندي امراض الخلل الكروموسومي 28.4. الخلل الكروموسومي احنا قلنا عندنا 23 زوج من الكروموسومات، يعني 46 كروموسوم. الخلل الكروموسومي اما عددي او تركيبي، بمعنى ان يزيد العدد يصير 47 48 او يقل يصير 45. وتركيبي ان يكون في جزء محذوف من الكروموسوم ناقص في أي من وحدة، أو إن جزء زايد. فهذه تشكل 28.4. أمراض الخلل في عمليات الأيض وأمراض الغدد الصماء الوراثي، يعني مثل الأمراض المتعلقة بضعف العضلات الوراثي، العمى، الأمراض المتعلقة بما يسمى إحنا نسميه الأمراض الميتوكوندرية، كذلك من أمراض بعض أنواع أمراض السكري. فهذه تشكل تقريبا 21%. لكن التارجت او الهدف المهم بالنسبه لي الامراض الوراثيه ذات الصفه المتنحيه تشكل 51%. انا لو استهدفت هذه الامراض فانا استهدف الغالبيه العظمى من مجمل الامراض الوراثيه. فاحنا في خططنا على اساس ان نستهدف هذه الفئه. مثل ما انتم شايفين هذه الفئه احنا اللي ننظر لها، ولا نتوجه في توسيع الفحص قبل الزواج لكي نستهدف هذه الفئه. الفئة هذه يحمل الشخص فيها الصفة أو الجين المعطوب، لكن لا تظهر عليه الأعراض، وبالتالي يقدم على الزواج من وحدة ثانية أو العكس طبعا، لأن يتساوي الذكر والأنثى في الموضوع، وبرضه ما عندها أي أعراض. فيتم الزواج ويتم إنجاب مع الأسف طفل مصاب، وتبدأ عاد يعني سلسلة المعاناة. طيب، هذه النسبة المؤيلة لوفيات الأطفال بسبب الاضطرابات الخلقية الوراثية بالسلطنة، ماخذينها على حسب السن. الأطفال حديثي الولادة والخدج إلى حد 35%، الأطفال الرضع 10%، الأطفال اللي هم أكبر من ذلك يصل إلى حد 52%. طبعا من أشهر الأمراض الوراثية معنا في السلطنة ما يسمى بأمراض الدم الوراثية، وهذه تشكل عدد كبير حقيقة، حجم كبير، وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول الأنيميا المنقلية أو يسمى سيكل سيل ديزيز، النوع الثاني مرض الثلاسيميا، والنوع الثالث هو مرض نقص الخميرة. الأنيميا المنقلية والبيتا ثلاسيميا من نوع الأمراض الوراثية ذات الصفة المتنحية، اللي هي أن يكون الشخص حامل للصفة المرضية معاه والعطب الجيني، لكن لا تظهر عليه الأعراض، وهي مرهقة كثير في علاجها، ومرهقة كثير بالنسبة للأسرة وكذلك للقطاع الصحي. يعني نسبة كثيرة من البجت أو الميزانية اللي مستخدمة في الطوارئ في المستشفيات الكبيرة معنا في السلطنة، نسبة كبيرة تتعدى فوق 70% تروح
للمصابين بالأنيميا المنجلية، نوبات الألم المتكررة، احتياجاتهم للأدوية، احتياجاتهم للتنويم وهكذا. بجانب أنك توجد جيل ضعيف، جيل غير منتج، جيل دائما مرابط في المستشفيات، مع أن بإمكانك أنك تحد من هذا الشيء لو اتبعت السياسة المعروفة البسيطة وهي السياسة الوقائية. فيعني سريعا مثل ما احنا شايفين عندنا الأنيميا المنجلية 10% أو يحملوا من العمانيين يحملون جينات الأنيميا المنجلية، وعندنا كذلك إلى يعني 3% البيتا ثلاسيميا. عندنا حاجة يسموها الألفا ثلاسيميا. الثلاسيميا نوعين، بيتا وألفا. البيتا هو المهم، البيتا هو اللي يكون عنده أمراض شديدة ويحتاج إلى نقل دم شهري ويحتاج إلى أدوية معينة عشان تشيل الحديد الزايد في الدم ويحتاج إلى متابعات دورية. بمعنى آخر لا يوجد لها علاج إلا زراعة النخاع، وطبعا زراعة النخاع ليس حل سهل. زراعة النخاع بحاجة إلى إيجاد معطي مناسب، بحاجة إلى خوض تجربة صعبة جدا من أجل تهيئة الأجواء ومن ثم إثبات النجاح من عدمه. وعندي كذلك ما يسمى بنقص الخميرة. طبعا نقص الخميرة هو المرض الفولي اللي يسمونه، وهذا بصراحة في عمان يكاد يكون مرض، يعني نوع الجروبات أو الجينات الموجودة على خلايا الدم عندنا الحمراء في عمان بحقيقة نوع الأخف يعتبر، بينما في الدول الثانية فقط لو إن واحد فيهم يمر في حقل الفول، يمر بس ما يأكل فول، يمر بس يشم الفول يصاب بتكسر حاد في الدم قد يؤدي إلى الوفاة. من أشهر، طبعا تكلمنا عن أشهر أمراض الخلل الجيني الواحد، الحين نتكلم عن أشهر أمراض الخلل الكروموسومي. الخلل الكروموسومي في عمان يشكل 28.4%، أشهرها طبعا متلازمة داون. ومتلازمة داون حقيقة في ازدياد، يعني إلى أمد قريب كان بين كل 350 ولادة حية يوجد حالة واحدة مصابة بمتلازمة داون، وهذه حقيقة العالم كله يعني ارتفعت. زمان كان يقولوا بين كل 800، ثم أصبحت بين كل 600، ثم نزلت إلى 400. في عمان عندنا بين كل 350 ولادة حية يوجد طفل مصاب بمتلازمة داون. طبعا في دراسات مبدئية وجريت لمعرفة الأسباب. زمان كانوا يربطوا هذا الشيء بتقدم عمر الأم، بس أثبتت أن هذا الشيء غير صحيح، لأن عندنا يعني بنات حديثات الزواج على 18 و20 أول طفل عندهم يكون عنده متلازمة داون. متلازمة داون ببساطة هو بدل ما يكون عندك 46 كروموسوم يكون عندك 47، في كروموسوم زائد في الموقع رقم 21، وهذا الكروموسوم الزائد معناته في جرعة جينات زيادة موجودة عندك. طبعا تختلف أعراض داون من طفل إلى آخر، تعتمد على يعني مجموع الجينات اللي موجودة الزائدة، وين تشتغل أكثر، الخلل الموجود وين. طبعا علم الوراثة الجزيئية فصل في هذا الشيء وشغال فيه حاليا، ومثل ما خبرتكم قبل أبدأ إن اكتشف علم الوراثة الجزيئية إن في جزء معين في هذا الكروموسوم لو تم تضاعفه، يعني يكون معايا مثلا عدد الكروموسومات ثابت 46 مش 47، ومع ذلك الطفل عنده داون. فعند البحث إن في جزء من الكروموسوم هذا صار لدوبليكيشن أو زيادة، يعني مثلا لو افترضنا أن الكروموسوم طوله 10 مثلا، أصبح الكروموسوم نفسه هذا طوله 12، في جزء 2 تم زيادته، وبالتالي الزيادة هذه خلته يصاب بمتلازمة داون. طبعا متلازمة داون في عمان يحتاج إلى شغل ويحتاج إلى أبحاث أخرى لمعرفة الأسباب، لكن بشكل عام البروتينات المسؤولة عن انفصال الخلية الأم لما تعطي البويضة، بالتالي تعطي نص كروموسوماتها، صح؟ لو أعطت كروموسوماتها كاملة والأب أعطى كروموسوماتها كاملة معناته يجيك طفل عملاق. لا، المطلوب أن الأب يعطي نص والأم تعطي النص. مسألة انفصال الخلية هذه في أحد المراحل أحيانا يكون ضعيف، وبالذات في كروموسوم 21 بدل ما ينفصل لا، اثنين يروحون في مكان واحد يكون فاضي، بدل ما يكون واحد في مكان واحد في مكان، فمن هنا تجي زيادة. مثل ما واضح هنا عفوا الزيادة في 2014 والزيادة في 2012، طبعا هذا نتيجة تقييد الحالات، ربما يختلف من سنة لأخرى، بس الموضوع فعلا مقلق والحالات في ازدياد. طبعا هذا العلاقة اللي كانت مربوطة دائما بين عمر الأم وبين الإصابة الطفل متلازمة داون. طبعا طبيعي لما يكون عمر الأم أكثر يعني موضوع انفصال الخلايا يكون ضعيف، وبالتالي تزيد الحالات. طيب مثل ما قلت يعني احنا اوكي احنا يعني في المركز الوطني للصحه الوراثيه عندنا مجال للتشخيص، عندنا مجال العلاج الخاص امراض الايض هاي اللي تحتاج الى تبديل، مثلا اعطاء احماض امينيه
مفقودة، إعطاء إنزيمات مفقودة، مراعاة أو خلق وصفة ابتعاد عن هذه البروتينات عشان ما يحصل سلبيات. هذا نوع من العلاج. نحاول ننسق مع وزارة التنمية الاجتماعية، نحاول ننسق مع مراكز الوفاة ومراكز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل رفع جودة الحياة، ومن أجل جعل الطفل هذا عضو منتج في المجتمع. وليس لو تركت الحالة المرضية عند الطفل هذا راح تزداد سوء، بالتالي نحاول نطلع بأقل الخسائر. لكن الأهم من هذا كله في مجال الصحة الوراثية ما يسمى بالصحة الوقائية. الصحة الوقائية إن كيف تسعى من أجل أن أساسا ما ينوج الطفل أو ينولد الطفل مصاب بهذه المتلازمة. الهدف الرئيسي هو معرفة التركيب الجيني للزوج قبل لا يقدم على الزواج أو الزوجة، وبالتالي دراسة هذا الجانبين ومعرفة احتمال لو تم الزواج إيش ممكن يصدر من هذا الزواج من أمراض وراثية معروفة. هذا ما يسمى بالجانب الوقائي. طبعا في جانب وقائي آخر، يعني إحنا لو طبقناها مجتمعيا بيكون وايد صعب علينا إن مثلا نقول لا هذا ما يصير يتزوج هذه، هذا كلام مش عملي، لأن في النهاية بتلقى أكيد في شيء متشابه في الجينات هذه عند بعض الحالات، وبالتالي في حلول أخرى وضعت، وكذلك يسمى حلول وقائية. طبعا هذه الحلول مرهقة مكلفة متعبة، لكنها هي أحد الحلول، وهو ما يسمى بالتلقيح الاصطناعي خارج الرحم واختيار البويضة المخصبة السليمة أو ما يسمى بجدي. طبعا الفحص قبل الزواج اللي موجود حاليا عندنا محصور فقط في أمراض الدم الوراثية اللي هي أمراض مرض الأنيميا المنجلية والثلاسيميا ونقص الخميرة. لكن أحيانا لما يكون في عائلة معينة عندهم مرض وراثي معين وقدرنا أو بطريقة أو بأخرى تم تشخيص هذه الحالة وتم تحديد الجين المسؤول عنها، هنا احنا ممكن نقدم خدمة الفحص قبل الزواج عن هذا المرض الوراثي المحدد في العائلة لبقية أفراد العائلة أو حتى اللي يكون حولهم أو حتى من نفس القبيلة. فالفحص قبل الزواج عند وجود مرض وراثي في العائلة أو إن الزوجة والزوج يحملون مرض وراثي يمكن تورثه لابنه، وهذا طبعا عن طريق تحديده، أو يكون في إجهاض مسبق أو ولادة طفل متوفي. أكثر من 3 حالات إجهاض تحدث معناته إن في بنسبة كبيرة تصل إلى 15% إن قد يكون السبب هو تشوهات خلقية نتيجة خلل كروموسومي حاد. 75% من الأطفال أو الأجنة، 75% من الأجنة الذين لديهم تشوه خلقي حاد هم يعني يسقطوا بقدر إلهي كذا. فتخيلوا لو كان 75% هذه لم يسقطوا وولدوا، كيف بيكون شكل الخليقة؟ كيف بيكون شكل الناس؟ كيف بيكون شكل الكوكب؟ ف 75% من الأجنة المسقطة هي عندها خلل وراثي حاد الكروموسومات. طبعا وجود إصابة بأنواع معينة من الأورام لأفراد العائلة بالذات سرطان الثدي أو سرطان القولون أحيانا يكون بعض العوائل عندها هذا الشيء دائم، يعني بعض أمراض الكلى خاصة اللي تظهر في الكبر، يعني فجأة في الكبر يعني على سن 30-40 يظهر فشل كلوي حاد يستلزم عملية زراعة كلى وغيرها. فمثل هذه الأمراض تكون موجودة في العائلة احنا تساعدنا في البحث عنها إذا وجدنا تاريخ وراثي أو خضنا تاريخ أو ما يسمى بشجرة العائلة، أو حتى أحد أفراد العائلة هذه فحص في مكان ما وجاب النتيجة هذه، بتساعدنا كثير إن نحمي العائلة من إن يزداد معدل إصابة أفرادها بهذه الأمراض. طبعا تأخر في النمو ومشاكل صحية أحيانا يعني يكون في قصر عند الطفل نفسه والأب والأم ما عارفين إيش السبب، يعني ظاهريا الطفل سليم ما عنده مشكلة لكن عنده عدم نمو، عنده قصر أداءه أو نموه الذهني متأخر أو نموه الحركي متأخر. هاي الأسباب اللي احنا دائما نشجع الناس إلجأوا للطبيب ربما لو تم الاكتشاف بدري. يعني مثلا القصر لو تم اكتشافها أو التعامل مع علاجين قبل 3 سنوات من العمر يختلف تماما ما بعد 3 سنوات من العمر، لأن هرمون النمو بيكون استجابته قبل 3 سنوات أكثر بكثير من بعد 3 سنوات، وبالتالي اللجوء لأخذ المشورة الصحية جدا مهم. وهنا ننصح الناس دائما لما يكون في حاجة مثل كذي لا الجأوا للطبيب، يعني كل المؤسسات الخدمية اللي موجودة هنا في السلطنة من أجل هذا الشيء. ربما يعني هذه نخطب النقاشة بعدين ساعتك. طيب تشخيص المرضى والتأكد من التشخيص الموجود هذا اللي نقدمه لما يجينا مثل هذه الحالات. طبعا في الوقت الحالي احنا في المركز يعني والحمد لله يعني احنا بدينا من حيث انتهى الآخرون حقيقة. نأمل ان شاء الله ان الوتيرة يعني التجهيز تتسارع
حاليا عندنا جهاز الفحص الجيل الثالث يسموه، يعني ممكن نفحص الجينوم البشري كامل لأي إنسان بإذن الله. وبالتالي كنا زمان نتكلم عن المتوفر وعن اللي ممكن يتوفر في المستقبل من الفحوصات، ونترك الخيار طبعا للأشخاص المقبلين. دائما المعلومة أو تلقي المعلومة جدا مهم، يعني إذا أنا فاهم إيش القضية، يعني فاهم وين الخلل، كيف ممكن انتقال الصفة المرضية، تلقى عندي عطش للمعرفة، وهذه المعرفة راح تساعدني كثير في اتخاذ القرار الصح. وبالتالي تزويد الفرد بالمعلومات عن حالته المرضية وكيفية توارثها مهم جدا في هذه في المساعدة فحص قبل الزواج. وطبعا طرح بشفافية تامة ومن دون تأثير في القرار، مناقشة المخاطر التي قد تنتج مستقبلا وكيفية التعامل معها. طبعا السؤال اللي دائما يتردد كثير، يعني شو احتمالية ان اجيب طفل مصاب؟ مهم جدا طبعا، هذا يسمونه الزبدة، يعني هذا المهم، ايش احتمالية ان نجيب طفل مصاب في الخلاصة؟ فطبعا هذه تطرح بعد رسم شجرة العائلة وبعد تحديد نوعية التوارث. شجرة العائلة احيانا ما نعرف المرض ايش هو، ما نعرفه، ما عندنا اي خلفية عن، او ما عندنا اي حالة موجودة ممكن ندرسها ولا فحص، لكن باخذ شجرة العائلة من الجيل الرابع او الخامس الى وصولا للشخص اللي جاك العيادة، تعطي صورة ممكن نقدر نتكلم عن نوعية المرض هذا، ما اذا هو سائد ولا هو متنحي ولا هو مرتبط بجنس المورث ولا هو مرتبط بما يسمى مرض الميتوكوندريا، كل هذا نقدر نعرفه من شجرة العائلة. طيب ثم طبعا يعني يتم النقاش مع الحاضر لهذه العيادة عن الطرق اللي يمكن من خلالها مساعدته في التعايش مع حالته، طبعا النواحي النفسية والاجتماعية والاقتصادية وانواع كثير من الأدوية. طبعا حاليا يعني وزارة التنمية الاجتماعية حقيقة قائمة بدور كبير جدا، بس الحمل ثقيل، الحمل ثقيل عليها حقيقة. معظم المتلازمات الوراثية لازم يكون معها خلل حركي، لازم يكون معها تأخر ذهني، وبالتالي الأطفال بحاجة إلى تعليم مكثف، وبحاجة إلى علاج طبيعي منتظم وعلاج وظيفي منتظم، يعني بحاجة إلى ناس خبرة في هذا المجال يشوف الطفل اللي عنده إعاقة حركية. أحيانا يميل موهبته تميل تجاه ممارسة وظيفية معينة، فيتم استهداف هذه الممارسة الوظيفية من أجل تنميتها وجعلها يعني مستقبل حياتها، يعني ممكن أن يمارسها بحيث يكون يشكل الدخل مستقبلي أو يشكل حتى كينونة حياة بكرة من هذه الممارسة الوظيفية. معظم هذه المراكز موجودة في مسقط، يعني ما عندنا غير مركز الوفاء اللي موجود في المناطق، وطبعا الحالات لا تعرف مسقط أو غير مسقط، لا موجودة في كل مكان. بالتالي الحبل مثل ما قلت لكم ثقيل على وزارة التنمية الاجتماعية. فئة من الناس يستحقوا منا الانتباه، يستحقوا منا توفير المساعدة، وبالتالي وجود مراكز متخصصة لرعاية المعاقين حركيا وتعليميا في جميع محافظات السلطنة أعتقد خطوة جدا مهمة، وأعتقد هذا وقتها الحين. طبعا في أثناء الزيارة يكون في أسئلة كثيرة، وبالتالي نبدأ نتعامل معها ونجاوب عنها. في الوقت الحالي مثل ما خبرتكم أخواني الكرام، إحنا يعني في المستشفيات المرجعية في السلطنة فقط يقدم خدمة فحص أمراض الدم الوراثية الثلاث، اللي هي المنجلية والثلاسيم والخميرة. لكن وجود المركز الوطني للصحة الوراثية الحين يتوسع في هذا المجال، يعني تمينا حين نغطي أمراض وراثية ذات الخلل الجيني الواحد والأمراض الوراثية أو الخلل الكروموسومي العددي أو التركيبي. بدأنا نتوسع في هذا الشيء عن طريق المركز، وهذا دوره. طبعا الخدمة هذه المفروض تصل لكل مكان في السلطنة، وإن شاء الله إحنا ساعين من أجل تدريب بعض الأعضاء في المناطق أو المحافظات على انهم يكونوا مثل الفوكال بوينتس او الناس المتابعين للمركز في توفير هذه الخدمه. في كل دول العالم دائما او اغلبها يعني دائما المركز المتخصص يكون واحد فقط في الدوله، ما يكون اكثر عن مركز متخصص، لكن الخدمه تصل الى جميع افراد الدوله هذه. هذا امر جدا سهل عن طريق يعني خلق اليات بسيطه وسلسه من اجل الوصول لها ان شاء الله. طبعا هذه عياده امراض الدم الوراثي اللي موجوده هي اللي تقدم هذا الفحص. نعمل إن شاء الله نتوسع إلى أن تشمل أمراض الخلل الجيني الواحد كلها بإذن الله. نظرة سريعة أخواني بس، بما أن هذه أشهر الأمراض، هذه الأنيميا المنجلية مثل ما تشاهدين هذه صورة طبيعية لخلايا الدم، هذه خلية طبيعية كذا شكلها، الخلية المنجلية. طبعا منجلية مثل المجز، يعني عارف يعني جاي كذا بشكل هلالي، لكن ما بفقط شكلها كذا، هي لزجة، يعني تتحول إلى لزجة. شايف ذكروا التغيير اللي خبرتكم إياه في الحمض الأميني اللي تغيرت قاعدة واحدة فقط بس وأدت إلى وجود بروتين معين، هذا الطبيعي
وهذا الغير طبيعي نتيجة تغير قاعدة واحدة فقط فيه، فخلت تلزق. ولما يجي عند الأطراف الجسم الإنسان شايف الخلايا المنقلية تتراكم هنا وتسد المجرى، وبالتالي لا يصل الدم للأطراف. هنا تبدأ عاد نوبات الألم الشديدة، يبدأ ما يسمى بمتلازمة مرض الصدر، متلازمة احتقان الطحال، قد يكون يحصل له مثل الصدمة أو ستروك في الدماغ وهكذا. هذا اللي كنت أخبركم عنه، يعني هذا الهيموغلوبين الطبيعي، فقط الـ A تغيرت إلى T فصار هيموغلوبين منقلي. طرق التوارث المختلفة لأمراض الدم الوراثي اللي هي الأنيميا المنقلية والثلاسيميا سريعا، يعني هذا الحامل والسليم، نسبة 50% حامل و 50% سليم. إذا كان الاثنين حاملين فنسبة 50% حامل، 25 مصاب و 25 سليم. مصاب وسليم يكونوا جميعهم حاملين، مصاب وحامل يكون 50% مصاب و 50% حامل. هذه النسبة تساعدنا كثير في إعطاء ما يسمى بالإرشاد الوراثي. الإرشاد الوراثي خطوة مهمة في مجال العلاج الوراثي، يساعد في تقبل الأشخاص المصابين، يساعد في تقبلهم لمعضلة المشكلة الأمراض الوراثية، وبالتالي التعامل الإيجابي معها إن شاء الله. طبعا بس سريعا بمر على نقص الخميرة. طبعا هو صحيح مثل ما قلت لكم هو من أخف الأنواع ويكاد يكون مرضها، لكن هذا لا يمنع أن الطفل اللي يكون أبوه أو أمه عندهم هذا الشيء فأول 7 أيام بعد الولادة يجب مراقبته، يجب متابعته، لأن يحصل له صفار شديد، وهذا الصفار الشديد اللي لم تتم متابعته ممكن يؤدي إلى أشكاليات حادة في تكسر خلايا الدم، وبالتالي ممكن يصاب الطفل حتى ما يؤدي إلى الوفاة إن لم يتم الاستجابة له عن طريق تبديل أو عملية تبديل الدم كامل. وبالتالي معرفة الأب والأم قبل الزواج بهذا الإنزيم مهمة كذلك، إن بعد الولادة مثلا يخبروا الطبيب المختص بهذا الشيء ربما على أساس التابع في 3 أيام الأولى من الطفل نفسه. طبعا احنا مهمتنا القادمة في المركز تحديد الجينات، تحديد الجينات يعني جين نقص الخميرة هو نفسه لكن الطفرة قد تكون في عمان عندنا مختلفة، وهذا جدا مهم مستقبلا، يعني والطفرة الموجودة مثلا في شعوب أفريقيا مختلفة، الطفرة في أوروبا مختلفة برغم من نفس الجين. طيب أمراض الخلل الكروموسومي اللي تكلمنا عنها، احنا تكلمنا عن متلازمة داون، شايفين هنا في عندي بدل ما يكون عندي كروموسومين عندي 3، لأن المفروض الأم تعطي النصف 23 والأب يعطي النصف، صحيح؟ كيف تعطي النصف الأم؟ أثناء الانقسام جميع الكروموسومات تجي في نص الخلية، ففي خيوط تطلع من الأطراف تأخذ كل كروموسوم، طبعا الكروموسوم عندنا 2 صح؟ كذا، فتيجي فكل خيط يمسك في كروموسوم من النص وكل خيط يمسك النيه، في مفروض يفصلهن على أساس إنه بعدين تنقسم الخلية والنص هنا والنص هنا. أحيانا يحصل إيش؟ الخيوط هذه بروتينات تراها فتكون ضعيفة، ما قادرة عند كروموسوم 21 تفصلهن، فواحد يفوز على الثاني فياخذ الاثنين معاه هذا الجانب وهذا الجانب يكون خالي، وبالتالي لما يروح هذا عند كروموسوم زائد يلتقي مع نصف آخر يكون 21 أو متلازمة ثلاثية. سريعا كذا برضو قد يكون بعض الخلل الكروموسومي هو انتقال، يعني جزء من كروموسوم ينتقل إلى كروموسوم آخر، هذا مهم جدا إذا شخصنا الطفل اللي عنده. إذا تم تشخيص الطفل إن عنده خلل كروموسومي نتيجة انتقال غير متوازن فأكيد الأب والأم عندهم انتقال متوازن، يعني الأب والأم سليمين ما عندهم شيء ما ظهر عليهم أي حاجة، لكن ولد الطفل فجأة عنده خلل كروموسومي نتيجة انتقال جزء غير متوازن، هنا على طول ناخذ عينات من الأب والأم من أجل فحصهم وتحديد من هو اللي عنده الخلل المتوازن. هنا نقول إن احتمالية إن يتكرر هذا الشيء إذا كان الخلل جاي من الأم 12% وإذا كان جاي من الأب من 5 إلى 6%. هذه الخيارات اللي تنفعنا كثير في التشخيص. بس هذا اللي شرحت لكم عن الخلايا. طيب في عندي مفهوم جديد اسمه الطفرة الوراثية. الطفرة الوراثية اللي تكلمنا عنها قبل شوي هو تغير القاعدة، في القاعدة اللي تغيرت وأعطتني بروتون جديد فهذا يسموه الطفرة الوراثية. الطفرة الوراثية هذه اللي نتكلم عنها هي اللي تشمل 51% من الأمراض، يعني أكثر من النصف. فالطفرة الوراثية عبارة عن حدوث خلل في ترتيب الأحماض الأمينية مثل ما شفنا ذيك الساعة، والطفرة تنتج نتيجة تغيير في ترتيب القواعد، هذا ما يؤدي إلى تغيير في تركيب الموروث وبالتالي البروتين المنتج راح يكون غير سليم، عدم القدرة على خلق بعض الأحماض الأمينية والفيتامينات اللازمة للوظائف فينتج معاي خلل مرضي. ناخذ سريعا كذا نوع الطفرة، أحيانا طبعا هذا طبيعي، هذه السلسلة الطبيعية
السلسلة الأولى شايفينها كذا، هذه السلسلة الأولى من الدي إن إيه يقابل السلسلة الثانية دائما في نفس الكروموسوم. ففي نوع يسموه طفرة ضياع، يعني تم حذف، فهذا حذف، فلما حذف السلسلة هذه تغيرت تركيبها فتعطيني بروتين مرضي. في نوع من الطفرات إضافية، تم إضافة قاعدة أمينية أخرى فيعطيني بروتين مختلف وبالتالي بروتين مرضي. في عندي استبدال، يتم استبدالها مرة ثانية فيعطيني صورة أو يعطيني مكون بروتيني مختلف، مما يؤدي إلى بروتين ضعيف أو بروتين مرضي وبالتالي ظهور المتلازمة المرضية. مثال على أحد الجينات في أمراض العمل الوراثي، هذا الجين مكون من عدة طبقات. الجين مسؤوليته، هذا مسؤوليته أن يلعب دور في نمو الشبكية في العين أثناء يعني خلق الطفل. الجين هذا إذا وجد، وجدت شبكية، إذا لم يوجد لا توجد شبكية وبالتالي خسرت العين. بس أحيانا يوجد وما يؤدي وظيفته نتيجة طفرات وراثية، فينتج معي ما يسمى بأمراض العمل الوراثي للأطفال. بعد التحليل لعدة أطفال مصابين، شايفين هنا هذا الخلل، هذا طبيعي، هذا طبيعي طبيعي طبيعي، هنا في مشكلة في المكان هذا، البروتين غير صحيح وبالتالي المكان هذا ما راح يؤدي وظيفته. فلما يجي البروتين بيطلع من الخلية على أساس يؤدي وظيفته، يجي هنا يقول لا ما تطلع، أبطلع لا ما تطلع، ما عندي مكان يطلعك. فبالتالي البروتين الجزء هذا راح يكون ناقص في إنتاج البروتين، فيجي النمو الشبكية يكون نمو منعدم أو نمو ضعيف وبالتالي الشبكية تنتج شبكية مرضية وراثية. نفس الفكرة تنطبق على جميع الطفرات الوراثية. طبعا مثل أي مكان في العالم، دائما النقل اللي حصلت خاصة بعد تحديد الجينوم البشري في عام 2000، تم هناك في حاجة لإنشاء مراكز متخصصة من أجل التعامل مع مخرجات هذه التقنية الحديثة، بالذات في مجال التشخيص وبمجال الوقاية كذلك. فكنا إحنا هنا في السلطنة بوزارة الصحة اعتزمت على إنشاء المركز الوطني للصحة الوراثية. طبعا كان بادي الفكر من 2007، عفوا بادي الفكر من قبل من ذاك، بس الإنشاء تم 2007 وتم افتتاحها رسميا في 2013 في نوفمبر 22. طبعا التكلفة الإجمالية في التأسيس كانت تقريبا 7 ملايين، لكن ما يتم تطويره حاليا من وجود أجهزة متطورة من أجل إجراء الفحوصات. مثل ما خبرتكم احنا عندنا حاليا فحوصات الجيل الثالث، وهذه الجيل الثالث يعني تعمل فحص للجينوم كامل البشري، وبالتالي إن شاء الله بإذن الله راح نقدم على خطوات مستقبلية بحيث يكون بإمكاننا فحص 3000 مرض جيني من خلال عينة دي إن إيه واحدة لأكثر من مريض في وقت واحد إن شاء الله. طبعا هذا الشيء راح ينعكس كذلك على التعامل مع الأمراض السرطانية. زمان كانت الأمراض السرطانية بالذات أمراض الدم السرطانية يتم التشخيص، ينحط على العلاج مجموعة العلاج الكيماوي أو شيء، ومع ذلك هذا الشخص يستجيب وهذا الشخص غير لا يستجيب، نفس المرض نفس الأدوية، لكن عدم استجابته هذا الشيء كانت تشكل مشكلة كبيرة قبل أن تتم التطورات هذه في التقنية الوراثية. بس اكتشف ما يسمى بالبيرسونالايزد ميديسن أو الطب الخاص بكل مركب جيني معين، إن هذا الشخص يستجيب لهذا الدواء بينما هذا الشخص لا يستجيب له، وبالتالي احنا نقدر نقيس بعد بداية العلاج بمؤشرات جينية معينة إن لا استمر يا طبيب استمر في هذا الدواء، لا والحالة الثانية لا تستمر في هذا الدواء لأنه سلبي ويأثر كثير. فالتقنيات الوراثية راح تخلي كل واحد فينا في المستقبل الجدا قريب إنه يحمل الجينوم معاه في فلاش في USB ويروح لأي طبيب يوصف له مضادات حيوية معينة، فيشوف المضاد الحيوي هذا بعد ما يشوف الفلاش تناسبك أو ما تناسبك، دواء معين يناسبك أو ما يناسبك. بعض الأدوية ترفض تتعامل مع نفس الدواء ونفس الأعراض لكن لا تتم استجابته، بل بعض قد يكون يعني حتى سيء وسلبي على الشخص الثاني اللي هو تلقى الدواء يعني. طيب مثل ما خبرتكم الافتتاح كان في 20 من نوفمبر 2013. طبعا المركز هذا يلقى دعم ورعاية حقيقة يعني مفتوحة متميزة من معالي الدكتور، باعتبار يعني لأن الدكتور في نفس المجال وبالتالي عارف أهمية توفير هذه التقنيات من أجل تداخل الصحة الوراثية والطب الوراثي، تداخل مع جميع التخصصات، مع الأمراض السرطانية، مع أمراض القلب، مع أمراض الأعصاب، وبالتالي يعني أصبحت الخيوط كلها متجمعة عند هذا المركز. فمثل ما قلنا دائما هذا المركز ولد ليتطور.
طبعا احنا دائما في جميع الخطط نراعي حاجتين مهمات، احتياجاتنا على حسب الاحصائيات الدقيقه، وكذلك الامكانيات المتاحه، ونحاول قدر الامكان ان نوافق بين الثنتين، يعني ما نزيد في طموحاتنا، مع ان طموحاتنا صراحه لا حدود لها، لان احنا يعني دائما المراكز الوراثيه دائما تلقى في تعاون مع مراكز وراثيه في اماكن كثيره من العالم، وبالتالي نبقى طموحاتنا تكون محدودة على حسب إمكانياتنا وعلى حسب الإحصائيات والأولويات كذلك إن شاء الله. مثل ما قلت، على حسب تقييم الاحتياجات الأولويات وبناء على البراهين المستخلصة من بيانات إحصائية. عندنا عيادات متخصصة الحين، عندنا عيادة التشوهات الخلقية شغالة، وعندنا عيادة داون، وعيادة إرشاد وراثي، عيادة الأمراض العصبية ذات الأسباب الوراثية، وبدينا إن شاء الله نتوسع خطوة خطوة في عيادات متخصصة، مقبلين إن شاء الله على عيادة أمراض القلب اللي لها مسببات وراثية، مثل ما سمعتوا عن الموت المفاجئ أحيانا نتيجة اضطراب في دقات القلب، هذا مرض وراثي حقيقة، يعني يوجد في العائلة، فعندنا الحمد لله ما يكفي لتشخيصه في العائلة نفسها من أجل تحديد الأشخاص اللي عندهم هذا الخطر، وبالتالي يعني يتم إدراجهم ضمن زيارات متكررة لطبيب القلب على أساس ما يحصل لهم الموت المفاجئ إن شاء الله. طبعا عملية التعليم مهمة جدا وأساسية، عندنا برامج تعليمية لتهيئة مرشدين وراثيين، برامج تعليمية كذلك لتقوية المعرفة العلمية لدى الأطباء العاملين، لأن التقنية اللي صارت حاليا في مجال الأمراض الوراثية خلقت مثل فجوة كبيرة بين الطبيب الممارس في أي مكان في السلطنة وبين ما يحدث في العالم. مهمتنا مثل ما تفضلت ساعتك قلت إنهم يعني مزحومين ومشغولين، فمهمتنا إحنا توصيل هذه المعرفة لهم، ونستخدم التقنيات الحديثة هذه مثل تقنية اليوتيوب، مراسلات الإيميل اليومية، على أساس يكونوا في الصورة معنا إن شاء الله. طبعا عندنا كوادر عمانية كثير، تقريبا أقدر أقول 95 إلى 96% من العاملين في المركز هم كوادر عمانية. جميع زياراتي لخلال المراكز الصحة الوراثية والمرض الوراثي في الدول الخليج يعانوا من مشكلة، لما تبدأ تمرنة والتهيئة وتعلم على جهاز جديد، وطبعا بيجي جهاز جديد آخر وبالتالي بتمرن وبتعلم، هذا الموظف اللي عندك معظمهم يكونوا حقيقة أجانب مش من نفس البلد، من حقه يشوف مكان آخر، يعني لو حصل عروض أخرى هذا طبيعي يعني مقبول، وبالتالي بعد ما تعبت وصرفت ومرنت على جهازك أنت ينتقل عنك مكان آخر. ولذلك كانت السياسة حقيقة إن بجعله جميع الموظفين عمانيين، وهذا الشيء الحمد لله رب العالمين أسمح لما نعطي تدريب ونبعث في الخارج نبعث واحنا مطمئنين ان شاء الله، لان فعلا هذا الشيء في النهايه راح يكون معنا وما راح نخسر كعضو في مجال الخدمه ان شاء الله. طيب الخلاصه حقيقه ما نسعى له مستقبلا هو الفحص عن الطفرات الوراثيه المسببه لامراض الخلل الجيني الواحد المتنحي، اللي هم اللي تشكل اكثر من نصف من مجمل الامراض الوراثيه في السلطنه. نسعى إن شاء الله على تجميع بيانات، عندنا قاعدة بيانات حاليا بجميع الطفرات الوراثية التي وثقت ونشرت في عمان، وبالتالي نقدر نشتغل عليها من اسم العائلة حتى من موقع الشخص من وين جاي، تشابه الصفات أو الأشياء اللي موجودة في المرض نفسه، فعندنا قاعدة بيانات. طبعا القاعدة هذه تزيد يوم مع يوم موجود معلومات هذه، فهدفنا بإذن الله أن نتمكن من القيام بالفحص على مجموعة من الجينات المعطوبة هذه اللي قلت لكم عنها، تشمل تقريبا 3000 مرض وراثي ممكن تفحص عنها من عينة واحدة لأكثر عن 12 مريض في خلال 4 أيام. فإن شاء الله نأمن إلى أن نركز على الجانب الوقائي وتحديد الأشخاص الحاملين، وبعدين إعطاء الإرشاد الوراثي، وطبعا الخيار يكون للمتلقي في النهاية يواصل أو لا يواصل. وطبعا أهمية يعني لن ينجح أي مشروع إلا بالتثقيف ثم التثقيف ثم التثقيف. حقيقة في أحد الدول المجاورة يعني خلوا فحص قبل الزواج إجباري، وما يتم الزواج إلا إذا عملت فحص قبل الزواج وجبت البطاقة أو شيء كذا. صحيح صحيح. خلينا نقول لك عن أكبر دول خليجية من ناحية المساحة، فهذه الدول الخليجية تبى تشوف شو يعني إيش بعدين، يعني برنامج شغال طيب إيش الهدف، فأجروا دراسة بعد سنوات حقيقة اكتشفوا أن 85% من اللي عملوا الفحوصات هذه لم يلتزموا بنتائجها. 85% عمل الفحص ولم يلتزم بنتائجه، والسبب
إن لم تكن الصورة حقيقة واضحة عنده. بالتالي التوعية والتثقيف وتبادل الآراء وعقد جلسات كثيرة مع أفراد المجتمع. طبعا احنا قائمين على هذا الشيء إن شاء الله، بس نأمل بإذن الله في المزيد. هذا هو الحل الوحيد، أن تتضح الفكرة للمتلقي كي يتقبل تنفيذها. عندنا موقع في اليوتيوب نحط فيه جميع أنشطتنا وجميع فعالياتنا وجميع يعني رسائل التوعوية والتعليمية، سواء للكادر الطبي أو للناس بشكل عام. فبس تكتبوا المركز الوطني الصحي والوراثي تظهر لكم إن شاء الله ذي. وهذا كل شيء، وإن شاء الله جاهزين للأسئلة بإذن الله. شكرا.